الفلسطيني السياسي قدم لينا راسك وقلنا اعطينا شي كلمه بالنسبه لهذا النهار اللي حضر فيه ساعه عامل عماله مسلمه. ياسين عكاشة رئيس جماعة مالي الواد نائب برلماني عن إقليم بن سليمان. إذا نحن اليوم في فعالية باسم سيدي حمد المجذوب، هذا اليوم هذا اللي عرف زيارة خاصة ديال العامل صاحب الجلالة بالإقليم، هو والوفد المرافق له اللي عرف رئيس جهة الدار البيضاء حطات وعدد ديال الفعاليات السياسية والمدنية. اليوم هذا الموسم بالنسبة لنا هو مناسبة ديال القبيلة باش انها تعتز بالتراث ديالها والثقافة ديالها والتواجد ديالها والقدرة ديالها على فتح المجال جميع من يريد ان يشارك في مسلسل التنويه بالتبوريضة. واليوم الحمد لله جميع ارتسامات ايجابية والاغلبية ديال المشاركين والمشاركات اليوم يشهدون بحسن التنظيم وعدد المشاركين والجودة اللي كاينة الحمد لله. ونتمنى الله ان كل سنة يتنظم هذا الموسم في قلة تتحسن سنة بعد سنة. شكرا رجال ونساء الاعلام على المجهودات ديالهم. تقريبا كاين 76 سربة، 46 سربة وما يناهز 1200 فرس اللي مشاركين هذا الاسبوع في هذا الموسم هذا. واخا كيفاش اذا سمحتي في الكلمة، كيفاش هاد الناس جاهم هذا الموسم هذا من بعد الغياب ديال كوفيد؟ اعتقد ان هذا المتنفس القبائل ولاد زيان ذاكره المجدبه زناته ولاد بوعزيز زيايده كانوا في حاجه له، فهو اليوم ليس متنفس فقط للاقليم او للجماعه بل هو متنفس للدار البيضاء سطات. وتنشوفوا ان كاين عدد ديال الزوار من جهه من الدار البيضاء من اقاليم اخرى من اقليم سطات بالرشيد اللي هما اقاليم مجاوره لاقليم سليمان، والحمد لله تنعتزوا بهذا النجاح الحمد لله.